السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ولم يسبق للفريقين أن تقابل في تاريخ نهائيات كأس العالم، وهي مباراة قد تمنح أبناء أمريكا الجنوبية بطاقة التأهل لثمان النهائي بقدر ما قد تحمل في طياتها تذكرة العودة إلى الديار بالنسبة للأخضر. وبالنظر إلى نتائج الفريقين الأخيرة، تبدو كفة منتخب أوروغا وأي أفضل بكثير بعد فوزهم على منتخب مصر، وفي المقابل خسارة المنتخب السعودي أمام روسيا بخماسية نظيفة. ويع المنتخب السعودي على هذه المباراة كون الفوز أصبح ضرورة ملحة منذ آخر فوز حققه الأخضر على بلجيكا في مونديال 1994 بالولايات المتحدة بهدف أسطوري لنجمه السابق سعيد العويران. يذكر أن المنتخب السعودي واجه منتخب أوروغا وأي وديا خلال عامي 2002 و2014 ولم يخسر في أي منهما،